يسعد لي مساكم من مطبخ لولو كيتشن. اليوم أكلتنا كتير طيبة وبتنفع لكل المناسبات، هي رز بلحم. المقادير معنا رز بسمتي مغسول ومنقع ومصفى من المي، اللي ما بحب رز البسمتي فيه يعملها بحبة طويلة، رز حبة طويلة. معنا تقريبا 2 كيلو لحمة رقاب، انا بحب اعملها بلحمه رقاب كتير طيبه بتطلع. ومعنا ربع كيلو لحمه مفرومه انا بعملها من البقر، فيكم انتو تعملوها من الغنم اذا بدكم، بس انا بحبها من البقر لانه بتبقى اخف على المعده. ومعنا للسلق بصله وجزره، وكمان بنحط مية السلق، ورق غار وحب هيل. وهون للرز استعمل قرفة، تقريبا المعلقة صغيرة قرفة، وسبع بهارات معلقة صغيرة، بهار حلو مع نص معلقة تقريبا، ونص معلقة بهار أسود. خليكم معنا لنبتدي بالأكل سوا. غسلت اللحمة كتير منيح وكبيت المي عنها، وهلأ بدي حط لها مي نظيفة مشان تبلش تسخن المي عليها وتطلع الزفرة، ونشيل الزفرة بعدين بنحط المطيبات. عن اللحمة هلأ رح ننزل المطيبات، الجزر والبصل والبهارات، هن الورق الغار 3 حبات 4 حبات ورق غار مع حب الهيل. وهلأ رح نضغط طنجرة الضغط، بدها تقريبا على نار متوسطة شي نص ساعة. نقلي اللحمة المفرومة بطنجرة مع نتفة زيت، وبس لا تخلص بدي شيلها. بنفس الطنجرة بدي احط ارجع الرز لتتنكع من طعمة اللحمة المفرومة، وقليها بنفس الزيت وبعدين بنرجع نشوف شو حيصير. رح احط نفس البهارات وبدي احطهم للرز، هي معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة 7 بهارات مع الأبهار حلو تقريبا. هلا بلشت اللحمة عم تتقلب، وشوية بهار أسود بتحركهم. الريحة كتير حلوة بتشهي. هيدي اللحمة اللي بدي احطها على وجه الرز. هلا بعد شوي بدي شيلهم وحطهم لحالهم بكاسة، وبنفس الطنجرة لانه منكهة من نكهة اللحمة بدي احط الرز وقليه. وبس يتقلى الرز مظبوط بقلب الطنجرة نشوف شو بنعمل. بعد ما شلت اللحمة وضل شوية زيت رح نزل الرز. مثل ما قلت لكم هذا الرز بسمتي مغسول مصفى، انا ما بنقعه عشان تطلع الحبة مفلفلة وما تطلع مقبوصة. هلا نزلت الرز بدي اقلبهم شوي. بنفس الطنجرة اللي قليت فيها اللحمة، ليش؟ مشان تاخذ من نكهة اللحمة. في ناس بحط اللحمة مع الرز، أنا ما بحط اللحمة مع الرز، بلاقيها إذا بحطها على الوجه بتطلع أطيب. قلى الرز وهلأ بدي أضيف له معلقة ونص من الملح. انا ما حاطه مع المرقه ملح، والمرقه اللحمه كمان خلصت. رح ضيف البهارات اللي قلت لكم عنها، هي القرفه والسبع بهارات، يعني بهارات مشكله، وبهار فلفل اسود وفلفل حلو. هلا رح اقلبهم. رح نقلبهم منيح، ورح
تحديف عليهم المرقة وغطيهم بالسنيت تاعهم مشان ياخذوا البخار وما يظهر البخار لبرا ويتفلفلوا. مظبوط. ما بقدر قديش بدي مرقة لأنه حسب لغمتهم أكيد ل يعني على أول عقدة الإصبع. الرز منه منقوع، لو منقوع الرز كنا بنقلل المي. هلا حركهم حط عليهم. هلا اكيد عم يغلوا لازم خفف النار عليهم. انا ححط عليهم ورقة سانيتا لتحبس البخار. وراح غطيهم خفف النار عليهم على اخر درجه يعني على الخفيف. وبس يخلص الرز بنورجيكم اياه. استوى الرز معنا وشوفوا احلاه كيف طالع. الحبه بحبتها ولا احلى من هيك. هلا راح اتركه شوي للرز وبدي حمص لوز وبلش بالسكر. وهي اللوز على النار بلش يشقر. بس يشقر راح شيله حطه بكاسة وبرجع لكم. هلا راح نبلش بالسكر. شايفين ما شاء الله حبة. هيدا الرز بسمتي. هيك انا بعمل لما بكون مثلا عندي عزيمه او عندي حدا على الغداء او بعمل بسكو بالرز وبطفى منه اللحمه. في ناس بحطوا اللحمه بقلبه، انا لا، انا بحط اللحمه على الوجه بيطلع كثير منظره حلو وطعمته اطيب. ان شاء الله يكون عجبكم هالوصفه. عجبتكم هيدي يعني كل العالم بتعمل رز بلحم بس كل واحد له طريقته الخاصة. هلا رح حط اللحمة المفرومة على الوش. هحط اللحمة المفرومة على الوش. أكيد برجع بحط اللحمة الرقاب على وشهم كمان. وكتير طيبة كتير طيبة، فيكم تاكلوا معها سلطة، فيكم تعملوا لبن مع ثوم وخيار، فيكم تاكلوا لبن عادي معها كمان، كله بيمشي مع الرز. كتير طيبة معها. هلا أحط اللحمة.
فيكم تخلوا اللحمة هيك مثل ما هي، وفيكم تفصفصوها من العظم وتشيلوا العظم إذا حدا ما بحب يقعد ياكل بعظمة، يعني بتشيلوا العظم منها وبتحطوها على وجه اللحمة كمان المفرومة. مروا مني كثير المكسرات، يعني اعذروني على العجله. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه، واذا حبيتوا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وبتشكركم كثير.